بكم باش نقدموا هذا المساء. كلفني الأستاذ كمال الدين قحة بالإشراف على هذا اللقاء، هذا الحوار، هذه المناقشة التي ستجري حول هذا الكتاب الألبوم المهم جدا الذي صدر في صنبك. طبعا الألبوم هذا معناته مهم جدا من ناحية النص ومن ناحية الصور. العلامة الخطية اللي هو أحدثها نجاح المهداوي الفنان الكبير التشكيلي المعروف الآن عربيا ودوليا، واشتغل في أكثر من بلد عربي، وهو أصحاب صاحب خيال مجلح طيار بالمعنى الرمزي والمعنى الحقيقي. الطائرات نتاعو كثير في الإمارات العربية المتحدة، صحيح ولا لا؟ معناتها عمل الأشياء معناتها بديعة جدا. لقائي معاه كان من بدايته، هو أخي ونتفاهم في كثير من الأشياء. أنا نقول نصف كلمة هو يكملها، ولا هو يبدأ خط ونكمل كتابة. أي معناتها متألفين ألفة كبيرة جدا، وإن شاء الله شفتوه كتبت الكتاب إن شاء الله مهم جدا. هو الكتاب اسمه جان المهداوي في بداية الثمانينات في دار نشر السراس. موجود هنا معروف في المعرض، موجود كتاب الألف. كتاب الألف وهذا هو، هذا بداية الثمانينات. والحق معناتها الراجل لا يهدأ ولا يستكين إلى الراحة وكل شيء، إنما فكريا انا اللي يهمني في الكلام من الناحيه الفكريه، من الناحيه الجماليه، من ناحيه كيفاش. ان شاء الله انا بعد ما نتكلم كل شيء نحب ناخذ الكلمه، نسمح تسمحوا لي باش ناخذ الكلمه ايضا للتعليق. بخلاف مجال الهداوي اخي وصديقي وحبيبي عشير العمر، ثم الدكتور أحمد الطويل. أحمد الطويل أيضا معناتها هو أستاذ في الجامعة التونسية وباحث وله كتب كثيرة جدا، بارك الله معناتها من ناحية الكتب في فنون كثيرة متعددة، في أنواع، في مواضيع، في أشياء معناتها عديدة. ما نعرفش في يوم ما لابد له ان يضع فهرس لكتبه، اكثر من 100 سيدي الدكتور الان وصلوا 100 كتاب تبارك الله. توا من بعد حاب نتكلم على الاستاذه كوثر اللي هي كتبت النص العربي هذايا الكتاب هذا. هو جاء كتبوا له او تعاون، الحقيقه مش كتبوا له، تعاون مع كثير من ثم كوثر، ثم رجال عالم مهم في إمارة بلاشق، كتاب كبير فخم معناتها
شيء كبير معناتها، والكتاب الكتب نتاعو معناتها حول الرسم وحول الفنون التشكيلية أنخذا منعرج آخر، منعطف آخر معناتها تدخل بها، معناتها لا في أشياء أخرى، وحوف أخرى غير البحث المتداول في الفنون التشكيلية المعروفة. معناتها وقاع كيف هو مبتدع معناتها طريقة في طريقة ومذهب واتجاه وشارع كبير ضخم في الفنون التشكيلية العربية. أنا نحب نحيل الكلمة الآن سحمد يا دكتور أحمد ها أي تفضل أنت صح جدا، لأن على يساري شاعرة من القيروان أي ابنة بلدي، وهي شاعرة حقيقية كما سمعنا بعد قليل، وقد يعني كانت هناك علاقة أيضا لكتبي مع نجاة، لأن شعر النساء انظروا تلك الصورة جميلة جدا، كما أنه جمل كذلك ديوان شعر سيصدر إن شاء الله في الأسبوع القادم عنوانه حفل، فيعني أعطى قيمة فنية كبرى لهذا الكتاب، فأنا ممتن له. عندما هاتفني نجاة و في أحد مجالسنا، وعندما أخذت أفتح دفتي الكتاب وبدأت أورق الصفحات اندهشت لروعة الرسوم، وحينما شرعت أقرأ النصوص تضاعفت دهشتي، فهي لا تقل روعة عن الرسوم. وتساءلت من الأول التي كتبت أو الذي رسم، فهل الشعر يعلق على الخطوط والأشكال والألوان أم العكس؟ فكل يتمم الآخر، وكل بيد فنان. فالشاعرة تجعل من الكلمات كائنات حية تتلائم مع بعضها بعضا، وتصور عوالم من السحر والفتنة، والرسام يخلق من الخطوط والدوائر والمضلعات والنقاط والألوان والأشكال دون من الفن الخاص والروعة الفنية. فشكليا قلما يصدر كتاب شعري لتونس بمثل هذا الحجم، 33/17، و
تزاوج وتكامل بين الشعر والرسم في فن واحد، والفنون السبعة كلها متكاملة، كلها من وحي إله الفن ومن إبداع رب الخيال والتصوير. فالفن نبوة أو لا تكون أو لا يكون، والفن من وحي الإله تعالى. والسر في انتهاش وانبهاري في تلك اللحظة الخاطفة في ذلك المجلس الفذ. أفسر اندهاشي وانبهاري بالإحساس الفني بكمال هذا العمل الإبداعي المزدوج، والشعور الحاد باللحظة الجمالية التي انسجم فيها الوجدان مع الأثر الفني في لحظة توازنت قوى الانفعال والفكر، فيبلغ الوجدان الراحة التي تتحقق بانسجامه مع هذا العالم الفني البديع والفريد. ولا يمكن أن نفهم سر هذا الإبداع الفني بدون الرجوع إلى شخصيتي الفنانين نجاة وكوثر، ورجوعي إلى مصادر الوحي والإلهام التي استقى منها كل أعماله، وخاصة التكون في المجتمع التونسي العريق. فنحن نرى الحضارة التونسية من خلال هذا الكتاب إخراجاً وإبداعاً محتواً وشكلاً، ونفسر عملهما الفني بعناصر التكون. فنجاء وليد الثقافة العربية، الصرف وليد الخط القيرواني وفنون الزخرفة، وهو نتاج الحضارة العربية الإسلامية. لذلك قد وجدت أعماله صدى كبيرا في العالم العربي والعالم الغربي، إذ نرى أعماله الفنية الباهرة تحلي مطاري جدة والرياض على طائرات الخليج وفي العالم، حيث تتنقل الطائرات موقعة. ألاحظ ذلك، موقعة هذه الرسوم لا باسم نجاه مهداوي وإنما باسم تونس. كما أن أعماله دخلت متاحف عالمية في بريطانيا وأمريكا، ومعروضاته الفنية قد جلبت المشاهدين في متاحف عالمية في أوروبا وآسيا ومعارض كبيرة على العالم. أما الشاعرة البليغة كوثر تيتش القيروانية فهي وليدة المدرسة الشعرية القيروانية التي برز فيها محمد الغزي ونصف والرهابي وغيرهما الذين اتجهوا وجهة صوفية وجدانية رغزية. وهي حقيقة فنانة وأديبة متضلعة من اللغة تضلعا كبيرا كما يبدو من الأوراق التي ضمها هذا الكتاب، حيث نجد كلماتها حبلى بالنغمات هازجة بالموسيقى، كلمات هي صرخات كما سنرى، مدويات، ذوات دلالات بعيدات تشف عن إحساس عميق وتعبر عن خيال فني بديع وتصدر عن فكر واعي بلحظات الوجود وتدخلنا في عالمنا الخاص. نحن أمامنا الخطوط والألوان والنقاط والانحناءات والدائرات والدوائر متلائمة فيما بينها، متكاملة في إحداث صورة توفر المتعة والراحة. ننظر في تفاصيلها في أي مكان أردنا، ويتنقل نظرنا
من جزء إلى آخر، متأملين، متمعنين، متمتعين. أنا رأى تدل على أشياء كثيرة، خاصة منها من يضرب جذوره في التراث وحضارتنا المختصة في ميدان الفن المتعلق بأشكال الخط والزهور والنبات، حيث يتزاوج الخط مع فنون أخرى، النبات إلى غير ذلك. ومن جهة أخرى تتنقل أبصارنا في هذا الكتاب نحو تلك الألفاظ التي تشكل مجموعة من الإيقاعات، كأنها جداول أو كأنها جدول رقراق تنبعث منه الصور والمعاني، فتضفي عليها أطيافا شفافة رقيقة. إن هذه الحتميات اللفظية والسمعية والبصرية والمعنوية يتشبث بها السمع والخيال والحس والفكر في فعل واحد. وما الحضارة العربية في جوهرها إلا منبثقة من اللحظات الجمالية التي تعتمد فن التجميل والتزيين والزخرفة، وتستخدم الصور البلاغية المتعانقة مع الفنيات الجميلة الجمالية المحملة برسائل فكرية وإنسانية وفنية في أنها. في هذا الكتاب وهو يحتوي على 112 صفحة و33 نصا شعريا تتخللها الرسوم وتحمل عنوان كله، وعرفت الشاعرة بهذا العنوان في الغلاف فقالت: كن هي استجابة لأمر الفن، كتابة قد تشبه الترقيم الموسيقي، قد تشبه التسبيح، وقد تشبه حركة الماء أو فعل الماء. وقال: كن تأليف مشرق نابع من عمق الظلال، نسيج متناغم من الأضداد، كن نصب للعشق والصدق، نحت حروفي ماثل على مشارف مقام الصفاء. وقالت: هنا تختلط الضمائر وتتشابك المقاصد وتتقاطع الخطوط وتتداخل الأبناء الجنسات. وقد بدأت الكاتبة أو الشاعرة كتابها بنص طويل عن القول: القول قلق، حراك، تجوال، قدوم وترحال. القول قوة القوس والسهم، القول وعي صحو، القول نوبة غمرة الإنشاد والأوراد والتسابيح والتوشيح والتهليل والتهجين والتعاويد والتحميد. القول عشق، اشتياق، نشوة والتقاء، سكرة الريق والرحيق، والتمر والتوت، والتين والعنب والعليق. القول قصيد نظم قافية ونشيد، إيقاع، جواب قرار ورنة أوتار، إلى آخره إلى آخره. تتوزع النصوص حسب عناوينها على ثلاثة مجالات. يتصل المجال الأول بالأنغام المطربة والمقامات الموسيقية، مثل قصائد التي عناوينها رست صباء، مقام، زجل. والمجال الثاني يتصل بالحروف والكلام، مثل أبجد، قاف، طغراء، علامة، نقطة. والمجال الثالث يتعلق بالتصوف والوجد والوجود والكينونة، مثل صمت، كشف، كن، وصل، تي، كن، قدر، أزل. ويتصل هذا المجال بالتشوق إلى الحبيب والتغزل بالوصل والفناء في المحبوب. فالرسم سواء بالكلمات أو بالخطوط والأشكال أو بالقلم أو الفرشات هو محتوى كتاب كن. فالحرف كما الرسم في هذا الكتاب صار رمزا للتسامي والدخول في
في عوالم النور، عوالم صوفية يتواجد فيها الشاعر، ينطلق من عالمه المادي إلى مجالات حرية وقداسة، مجالات كواكب ونجوم. تدخل بعض النصوص في عوالم إشراقية تشتعل فيها حرائق الوجد والأشواق المضطرمة، مثل قصيدة كشف، ينتظر من غير صبر دقائقه شهر وساعاته دهر، يتلظى على جمر تارك الحذر، راحل على سفر ليله سهر افقه قفر. وتنصهر الشاعر في عالم رباني تتجسد فيها غربة نفسية في الوجود ورغبة جامحة للخروج من عالم المادة إلى عالم علوي روحي، والانتقال بأجنحة نورانية تحرك من عالمنا إلى عالم الحرية والحب. تروي الشاعر قصتها كشهرزاد، وما قصص شهرزاد إلا الإحساس بالحبيب والتغزل به. تقول: مجنحة أخفق أحلق، مبحرة أغوص أرحل أتحرر، مفكرة شاعرة أكتب أرسم أمحو، كل كلمة لها دلالة كبرى. وتقول قبل ذلك: صوفية زاهدة غريغورية، راهبة أوزارية، متأملة متطلعة شامخة. فهي تتيح في قصيدة تين عبر الصحاري والثنايا ولا تبقى إلى السراب، ويدور محور بعض القصائد حول الذات والوجدان، وتجسد هذه القصائد بعضها الحيرة الوجودية الفلسفية. تقول في قصيدة نكتة مثلا: حول نفسي أدور، ومن حولي دائرة، وحول الدائرة دائرة، والدائرة تدور. أنا على المحيط، أنا فوق المحور، أنا فوق القطب، أنا داخل الشعاع، أنا ملء، أنا فراغ، أنا برد، أنا ضياع. وكثير من النصوص ذات علاقة نجدها ذات علاقة بالرسم وفن الخط، وبعضها يتغنى بالفن التشكيلي الجديد كما يمثله نجار في تونس والمجر، فهي تخاطب كل فنان تشكيلي. أظن هذا الخطاب أيضا لنجاح. تقول: سلاحك الفرشاة، فكن واثقا وإن جردت من كل سلاح، الحرف قوس وألف ألفي ألف نبال، الكلمة درع ودوائر في اشتعال، أرسم فأنت في قلب الثائرين، وعشق الفن فأنت للفن أمين، وبالفن كريم شهيد. لا يحس يعني جمر هذه الكلمات إلا من يعاني الكلمات، سواء في الشعر أو في القصة أو في المثل، في كل الفنون الأدبية. ففي كل قصيدة تقريبا تقاطع أجراس وأصوات وألوان وطرق وخطوط وأشكال هندسية، وفي صفحات عديدة يحتل الحبر مكانة أثيرة أساسية، وتختلط الحروف والكلمات في حفل فني بالمعاني المشتركة في الكتابة والرسم التشكيلي معا كما صورها هجاب. فنحن في عرس للحروف والخطوط والنقاط. فقصيدة جفر ترجع بنا إلى أصالة هذا الفن الأولى حينما كان يكتب على الرق، وهو فن له صلة بالتراث المخطوط، وهكذا يتزاوج الرسم بالحروف والكلمات. جفر ليس هندسة ولا جبر، ولا رواية ولا شعر، ولا سجع ولا نثر. جفر على الرق أثر، مخطوط بحبر، دقيق عند النظر، إشارة وعلامة سر. فهذا النص دقيق كما نرى، وتحيطه هالة من الرموز.
الشرط بلبيك أيها الحرف. فللحروف عند كوثر أبعاد رمزية موحية ترحل بنا لبعيد تخاطب الأذواق الصوفية، وكرسوم نجاة تسخر بالأشواق والوجد وتلبي نداءات الخطوط في مختلف أشكالها الهندسية والنماتية، صح هذه الكلمة، في مختلف أشكالها. ولا ندري من استوحى الآخر، هي أو هو، منهما استوحى هذا أو هذه الشعر أو الرسم. فنحن إزاء رسوم نجا وأقوال كوثر في حفل للكلمات والحروف والخطوط والمنعرجات والنقاط، هي نصوص ورسوم من نوع جديد. فقد وجدت في رسوم نجا، لقد وجدت رسوم نجا إشعاعها الفني في العالم، ونتمنى أن تجد نصوصا، أن تجد نصوص كوثر صداها في عالم الأدب والشعر والفكر. وكما تقول هي: سأظل أكتب لعل النور يثبت كلماتي. وقبل أن أنهي لابد أن ألاحظ هذه الصفحات الشعرية التي نجد فيها رقة نسوية وصورة طريفة جديدة، هي نصوص غزلية تتماهى مع رسوم نجاة. فالمرأة في هذه النصوص الغزلية ليست إضاعة ولا شيئا من الأشياء، يصور الحب فيها في أسمى معانيه. لم تتغزل المرأة كما يفعل الشاعر العربي أحيانا كثيرا وغالبا بالشكوى والتذلل. فالحب عندها نور وتسامى وصور تتداخل فيها الموسيقى بالحروف والألوان. روحاني تحلقان تلتقيان تتصلان، كوكبان بحران أغراس وآذان لا ينفصلان، بينهما شعاع ونوران وريح محملة حروفا ومعان، لا فرق بين الأول والثاني وإن تمثلا جسدين. وأختم بهذا النص الغزلي: كن في سمائي نورا مشرقا، فلا أريد أفقا كلما دنوت منه يبتعد، كن أرضا حبلى فلا أريد غصنا مثمرا يقطف، كن خيالا حالما أرسمه على شكلتي، فلا أريد أن أعيشك حاضرا ينصرف، كن رمزا يشد مني فلا أريد كلمة تقرأ ثم يحط عليها ظل الصفحة التالية فتنطفي. وشكرا بنتي لكم. أريد أن أحيل الكلمة للأستاذة كوثر الشاعر التي كتبت النص في هذا الكتاب. شكرا. هي شاعرة من القيروان كما قال زميلي القيرواني
يبتسم يضحك ما عنده أي شيء. ولها باع شعري سمته القولي، سمته القولي هذا معناه تعبير كلاسيكي جميل جدا، قد اندثر في العشريات السابقة ثم الآن يعود بكثافة كبيرة عند الشعراء. أقول لك القول الشعري والقول القصصي والقول الأدبي، كلمة القول. أما أنت فقد نوعت القول إلى أقوال، حسب الأغراض أو حسب الألوان، لأن كل غرض فيه لون، وهذا شيء جميل. أحيل الكلمة إليه وشكرا على ما شكرا. بعد كل ما قيل بالفعل صعب أني أضيف. أرحب بكم جميعا قبل كل شيء، وشرفني حضوركم. شكرا شكرا. أحاول من خلال مداخلتي، هو من الصعب بالفعل لأنه ما قيل بكل صدق يعصر التعقيب علي، سأضيف شيئا ضئيل فحسب. أحاول من خلال مداخلتي الإحاطة واستدعائكم للإحاطة والتجويل في هذه التجربة الحوار التي حصلت بيني وبين الأستاذ نجيب مهدوي، وأقول أبصر، فقط أبصر، ليس ثمة ما يقرأ ولا ما يشكل ولا ما يصرف ولا ما يعرب، ليس ثمة ما تجهر به ولا ما تسره، موج من الكتابة والبحر أبكم، فإن ترجع البصر تتفجر الصور. أمام رسم نجيب مهدوي تخال نفسك واقفا ولكنك تسبح وتحلق، تتحسن بالثبات ولكنك متوق فمنجذب. أنا أيضا استوفيت النظر وتأملت وتساءلت، أي فن هذا؟ هو فن ذو خصوصية لا تتقيد بالزمن، فن متفتح على العالمية بكل ما تحمله هذه الكلمة من إيحاء شامل يفضي إلى الضمير الكوني، بما ترتب عن ذلك من تداخل وتآلف لا يتوقفان على الحدود التاريخ. هذا الفن وجودي يرسم وينحت صورا فنية تنحو إلى التأمل والتعبد. فن يستعمل فيه الخط العربي كعنصر تصويري بعيداً عن النسخ، فيتخلى المعنى لصالح الجمالية الخالصة للحرف. أفضى تأملي إلى هذه الأعمال الفنية إلى إدراك الانسجام في الرؤى بيني والفنان أنجيل مهدوي، والالتقاء في عمق الفكر والتجذر والتطلع إلى التجديد والتحرر. ولما كان الفكر مصنع الآراء والخواطر شرعت أبواب الحوار والتفاعل، فصار الرسم كتعبير واع منطلقا ومصدر الإلهام، ومن الإبداع تولد الإبداع. توغلت في تعاريج التشكيلات وغصت في الألوان والعلامات، فوجدت في الرسوم ساحلا للإبحار وقمة للتحليق، فانسابت النصوص بحرية مجانبة أسلوب المحاكاة أو التعليق أو التفسير أو النقد أو التركيب أو الإضافة على تلك الأعمال الفنية، وإنما انبثقت إشارات جديدة كأنها تحويل العلامات التشكيلية إلى نظم مستقل بذاته، يفسح حيث تحتفظ الرسوم بناموسها وأسرارها. فتحت هذه الأقوال
لنفسها نهرا نأى بها عن المجرى المألوف للكلمات، فتم استخراج المفردات من السياقات والجمل المتواترة، ووقع استدعاؤها إلى مخبر ذهني عجيب تضع فيه أوزار الارتباط اللغوي، وتفكك الكلمة ليس عبثاً بل ولعاً وتعشقاً بلغة الحركة والتنقيط الفاعلين في المعنى، وتنحت الكلمة خارج القوالب وتسقل بماعون البلاغة وتشكل، فيسير الخط خيطاً والرسم رشماً والرشم رسم عفواً يسير الخيط خيطاً والرسم رشماً والرشم وشماً، ويتجانس الحس مع الحدس والصوت مع الصمت والنسخ مع النسج والخزف مع الزخرف، ويتمازج الحبر بالتبر والرق بالورق، وتلتقي الوحدة بالوحشة والضيم بالظمأ. هكذا تشحن الكلمة الواحدة بأكثر من مقصد ودلالة، فتكون مختلفة الحبك، تومض كاللمع، خاطفة كالبرق، كلمة مختزلة وكأنها من صحاري الصمت، مكثفة بالرموز كأنها أدراج في خزائن الذاكرة. وتميزت هذه الأقوال بنسق إيقاعي حر واتراد ورنات وترديدات توحي بإيقاع السرد والسجل وصدى حلقات الذكر الصوفية والتسبيح المتغلغل بروح الثقافة العربية الإسلامية. أقوال كالنقرات معدلة وملحونة مع الخطوط الغليظة، معدلة وملحونة على الإيقاعات الحروفية الحرة، شرائط من المفردات تنسج مع الخطوط الغليظة والرقيقة وغبار الحروف، سلسلة من الكلمات تنسجم مع الشكل والحرف وكأنها وجدت من أجل ذاك الحرف وكأن الحرف وجد من أجلها. سأحاول حتى أقرب إلى مسامعكم ما تحدثت عنه من صياغة جديدة. أنا لم أبتدع الكلمات، اللغة العربية بها أنهار ولا متناهية من الكلمات، أنا فقط الجديد في معناتها في كتابتي هو توظيف الكلمات الذي كنت تحدثت عليه والاستعمال، وخاصة إخراج الكلمات من مشحون المعاني التي لطالما حملت هذه الكلمات أوزارها من خلال معناتها اللغة ومن خلال جميع أنواع الكتابة القديمة منها والحديثة. أقرأ على مسامعكم الآن نص هو يستهل الكتاب. النص الأول هو طويل وأطول نص في الكتاب بعنوان قاف. أقبل أقبل وأنصت، فالقول قوة، قوة القوس والسهم، والقول قسوة، قسوة الحرق والقهر، قصف، غيظ، غسق، غضب، رعد يدوي دوي القنابل، دوي الصواعق والقنابل، وجع السقم وصرخة الألم، القول قطرة، قنطار
غيض وابل قطوف وسنابل قاهر الصمت قاطع الغياب فالق المعابر فاتح الأبواب كاسر الأقفال فك الأغلال القول قصص من الواقع خرافة من الخيال القول قلق حراك تجوال قدوم وترحال القول سفر في المعاني والعبر والرؤى والصور سعي بين الحجب والكشف بين القطع والجمع بين القفر والقرب القول بين الروح والعقل قدرة الكلم صولة العلم وسلطة القلم القول وعي صحو القول نوبة غمرة الإنشاد والأوراد والتسابيح والتواشيح والتهاليل والتهاجيد والتعاويذ والتحاميد القول عشق اشتياق نشوة والتقاء سكرة الريق والرحيق والتمر والتوت والتين والعنب والعليق القول قصيد نظم قافية ونشيد إيقاع جواب قرار ورنة أوتار القول إلقاء صوت مد عذب وبحور القول عمد بنيان بروج أسوار أقواس حنايا معارج قناطر قلاع مسارح وقصور القول مذاق بهارات نكهات شذا بخورات طيب وعطور القول ذوق رق ورق أقطان حرائر أصواف أوبار دباغ خضاب أصباغ ألوان حبر تبر جفر حجر زخرف زجاج ماس ومرمر القول حذق نحت حفر نقش رقش رسم رشم وشم خط نسخ نسج غزل حياكة صياغة صقل ترسيع زخرف تزويق وتطريز القول أفق شفق قمر قطب نجم ثاقب فجر ونور الأواخر العشر القول إشراق شمس سراج وهاج القول قبس برق وبريق بهيج القول خلق حرف حق فلق بيان وبرهان القول قسم نهج تشريع أثر وتوقيع القول قطع غزو عصيان وثبور القول إقدام عزم جسور عهد ود صفح مصافحة تواصل وجسور قاف واو لام القول التزام وليس مجرد كلام شكرا جزيلا هذه القراءة القضية التي تطرح هي أن التشكيلات التي يقدمها جال ماداوي الفنان جال ماداوي هي تحدي للكتابة والشعر لأن الرجل قد تجاوز بأميال عديدة ما تواضع عليه كثير من الرسامين في البلاد العربية تواضع عليه هؤلاء الرسامون في صور الطبيعة صور المجسمة المعروفة هو أراد أن يأخذ من علامة الحضارة العربية الإسلامية الحضارة العربية علامة
خصومه الموجود يخيل إليكم كأنه حرف حروف وليس بحرف، هي علامة أكثر من حروف، ستانسين واحدة علامة. اشتغل على هذا النوع وتجاوز ما يسمى بالخط العربي. التقاليد في الخط العربي بجميع الأساليب المعروفة وحتى القديمة جدا من الكوفي إلى غير ذلك، الديواني، الرقعة إلى غير ذلك، يواصل إلى يومنا هذا الخططون هذا المشغل، هذه الهواية، وهي حروف بصفة تقرأ وجميلة جدا في النسخ مثلا أو في غير شيء جميل. وهناك في تونس ناس في سيدي شيحة المرسى بتاعهم ويجتمعون ويقدمون ويعرضون هنا في تونس لوحاتهم الخطية، هذا يعرفه الجانب الذوي من قبل. لكن كيف يمكن أن ندخل أن يكون الشيء هذا عربيا تونسيا عربيا ودوليا، أن يقبل لا من طرف التونسيين والعرب بل أجانب أيضا. الجانب الذوي مثلا قد طلب منهم أكثر من مرة حفلات في باريس كنا جميعا فيها، ثم هو كان يزين برسومه مكتبة لاهيون اللي هي في سان جيرمان في سرة باريس، باريس الثقافية، باريس الفكرية، لاهيون، وما أدراك من لاهيون التي نجد فيها أهم كتب الفن هناك سنوات، في كل سنة مرة تمشي مرتين خلاف هذا شيء مهم جدا، أنه حتى الشيء هذا يقبل من غير جواز سفر، من غير تعليق، من غير تفسير، من غير تمهيد أو مقدمة. هذه القضية قضية كبيرة جدا، الخروج وخلق شيء يتجاوز ما نعرفه. هو جيد جدا أن واحد جيد جدا الواحد حتى يواصل التقاليد الخطية العربية لا شك في ذلك، وشيء موجود هذا. لكن ثم هناك من هو يتجاوز هذا ليخلق شيء آخر جميل وبهي للعين للبصر، جميل أيضا من ناحية الألوان، خذوا الأزرق مثلا، خذوا المذهب، خذوا الكثير من الأشياء اللي هي اشتغل عليها، خذوا الأسود، ثم اخذها على تخدم على تخدم على جلد حق المخطوطة، فهمت؟ لا تفرع مخطوطات أمامك، مخطوطات مخطوط كما كانوا يعملوا قبل العرب، كانوا يعملوا ياخذوا مخطوط، وغير العرب، العرب على كل حال ياخذوا مخطوط، فهمت؟ لا يمحيوه ويبدوه، فهمت؟ لا واحد هو يستطيع باش يعمل حتى على لوحة بتاع الكتاب، يستطيع باش يعمل لك على قبة، على طاية،
في الأرض، في الجوانب، في جميع أي شيء حاب يقول أن الفن يغزو الفضاء، يستولي على الفضاء. هذه هي مشكلة كبيرة معناتها، لأن ما هو ما يخدمش المسند، ما يسمى المسند هو هذا الرسوم المجسمة المسند شوفالي، وإنما المكان نتاعه الكتاب، القبة، الأرض، التراب، الجسم الإنسان، ابنه قد زين ابنه بالعلامات، العلامات الخطية العربية. أي معنتها العلامة الخطية تستطيع أن تستولي على الفضاء، أن تدجن الفضاء، مش فقط بالزخرف، بالعلامة. وقت يقولوا فهمت ثم هنا انتراس، هنا بصمة، هنا وشم، هنا كذا، ثم إنسان عربي يتعدى من هوني، مر من هوني وتسلق القلاع وعرف القباب والسلطن على الهواء فوق، هذا شيء مهم جدا. اي هذا تحدي للكتابة ولا الواحد، كيفاش نعمل؟ نعمل له تعليق ولا اش نعمل؟ ولا نعمل كما في النقد الفني القديم، معناتها نفسروا هو واش قال الرسام في كذا وكذا، هو على خطر كذا وكذا بسيكولوجيكمون، معناتها من ناحية نفسية أنه مكبوت ولا أنه مش مكبوت، أنه كذا وأنه مدرى شنو، لا مدخل لك فرويد في الوسط. لا، يلزم النص اللي هو باش يتربط بالعلامة الخطية بتاعه يكون تقريب في نفس المستوى، وتقريب واحد فوق الآخر. باش يعيد باش الشاعر ولا الكاتب باش يعيد هو خلق العلامة الخطية، نور جديد يمو ثم هيك موجود، لابد من نص يكون في مستوى ايضا لك الشيء هذاك، او يقارن او تحت او فوق فوق وعلى جنب او متداخل معه، لابد. النصوص البدائيه تشرح وتفسر وتعلق، والنصوص ذات السياده معناتها شيء آخر. أنا حبيت النصوص هذه الأقوال اللي قلتها أنت أنواع كثيرة، سامحوني إذا كان دخلت شوية. ثم الأصدار بتاع كوثر اللي قرأ شوية كلاسيك الكتب العربية، خصوصا كتب التصوف، لأن الشعر أيضا في كتب التصوف، وأكبر الشعراء أعظمهم متصوفين يا جماعة، كما ابن عربي مثلا اللي هم في تاريخ الأدب العربي لا ما ذكروا منهم، كان واحد برك محمد الفخوري المذكر كان واحد متصوف، بينما الشعراء
شعراء الكبار، شعراء كبار متصوفين أو نافرين، نذكرهم، أو عندهم حكم وأقوال معناتها من أعلى طراز. الحمد لله الثقافة العربية الإسلامية فيها التصوف، لأن التصوف انفتاح، انفتاح على العالم وعلى النفس وعلى الروح وعلى الكون، شيء كبير. نشوف الثقافة العربية الإسلامية اش ولدت، معناتها ولدت التصوف. نسمع أصداء، هي تقرأ ونسمع في الأصداء، طبيعة الحال هي إبداع، لكن أنا سامحوني شوية كبير، لكن قلت شوية كتب، كتب الصفرة، لكن اللي في طبعة بولاد كان تعرفوا إيش، لكن اللي كان مجمع الزيتون يزو فيها مجيء. ثم النفري، واحد اسمه النفري، بارك الله عليه، بارك الله عليها هي، لأن المعادلة، المعادلة باش تكون معناتها وحدة، واحد يرمي الكتابة، هي بعض مرات واحد يرمي المختار نتاعو، يعرف شنو اللي يصطاد، يعرف. ما تكلموش عن فعل وفعل مفعول به، راهو على إنشا، تكلموا على إبداع، إنشا شيء، حكاية نتاع مدرسة كل شيء باش يتعلم الناس، مش هذي كل العربية، لكن إبداع شيء آخر، درجة أخرى، ما حكيتش بجملة، قد جملة فهمتي، لا حاطيني كلمة، نفهم كون، تفهمني ونفهمك فيها. كون قاسم مشترك بيني وبينك، أعطيني كلمة فقط، لفظة، أعطيني كلمة، تلقاها بيا أيضا عند النفري، علاش قلت لها طويل؟ لأن الأصداء أكثر، مثلا أبو حسن الشاذلي، حزب التوسل، ولا حزب البحر. معناتها المعادلة كيفاش تخدم، الجملة كيفاش تخدم، شيء كبير، ما تلقاهاش جملة عادية معناتها، تلقاها في امتلاك كيف ترجعها، هاو مشات، هاي جات، هاي مشات، هاي جات، هاي وقفت، هاي رجعت، هاي مشات، هذا الإبداع، الإيقاع، أو الإيقاع عندها. ثلاثة، ثم وقع ضرب، لا معناتها ملتيبليكاسيون، كل ضرب واحد، لا ضرب معناتها ملتيبليكاسيون، ولا رباعي، وخماسي وكذا وكذا، لا، فماذا جاء قدامك؟ كيف تحط فهمتنا لا حرف هكذا، حرف واخد سلوم قدامك، شيء آخر. هذا مش معنى الكتاب اللي يكتبوا هكا، يعني هو يتجاوز، لا نحو الصرف، ويشوف الكلمة غير الكلمة، فهمتني، لا اللي باش يلقاها في القاموس ولا شنو، ولا اللي يحفظها في المدرسة، لا، شيء آخر، ثم أشياء أخرى في الأخر الكتاب الأخر، طول الجملة، وعندها إيقاع يولي. قول عليك فهمتي لا في في التخميرة، قول عليك عند أبو الحنين التوحيدي في الإشارات الإلهية،
إشارات إلهية. جاء قبل الوقت ما أنت شيء كبير. الموضوع اللي هي تقطته هو واحد تصوف كبير، ولكن مغمور، الاسم بتاعه مغمور. أنا شريت كتاب في مصر طوال سنوات قريته، اسمه كتاب الإنسان الكامل. الإنسان الكامل العربي المسلم مش حاب يقول، اللي عقله مسدود مسكر مربوط هكا ما يفهمش، واللي يفهم في القرآن جميع زعما واحد، لأن التصور هذاك هو في كل جهات، الفوق واللوطة على اليمين وعلى اليسار في جميع الاتجاهات في جميع. نجم تكون أنت بلغتنا في عصرنا هذا انفجار في كل مكان، انفجار إيجابي تاع وعي في كل مكان، لغزو الفضاء، لاحتلال الفضاء، لاحتلال أيضا الكلمات، المعاني، الدلالات، ومن ذلك الألوان، الخطوط، النقاط، النقطة. قضية النقطة وقضية الله كنت لك. قالوا شنو؟ قالوا النقطة. قالوا الله، كما قالوا المعتزلة. قالوا هو شيء لا كالأشياء، برا له شيء. الرصيد كله بارك الله عليها كوثر وشار عليها سيد أحمد. التوهج هذا لأنه موجود في الرسوم، موجود في الشيء هذا. عيش معاه شوية، نعطيك ربع ساعة عيش معاه، يعطيك يزودك. كما قصيدة المتنبي ولا قصيدة العربي اللي يحب فيها الناس كلها، المتدينين وغير المتدينين، الناس كلها يحب، لا ينكر حد. شيء معناتها الناس الفنانين مثل بنجال مهداوي والشاعرات مثل كوثر، وهي مدرسة قيروانية سيد أحمد. سي محمود هكا يقول ولا لا؟ صحيح. صحيح. راهو نحب تفديك انا، راهو شوف 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 واحد يتكلم بكل شيء. تعب العربي نعرف، ورابعة العربية، ورم الفارس هو اللي حطوه بس. راهو حنا الفخوري ما حط كلام الفارس. راهو شيء معناتها شيء تعاسة. معناتها نقراو في شيء يقراو أولادنا وأحفادنا في تاريخ الأدب العربي تو مازال راهو شو اسمه حنا الفخوري مازال حتى الآخرين يقلدوا فيه. بينما والله الشعر اللي قريته أنا بتاع التصوف راهو شيء كبير، راهو شيء معناتها العقل الواحد فهمت ولا قلت بركلمات إلاش هو
والله انا نحب المجالس هذه ونحب الهني كوثر ونجام مهداوي وحق عجبتوني بحضوركم انتم الحقيقه لان هذه الايام ماهيش ايام مع الاسف تو فهمتي ان شاء الله تولي ثقافيه كيف العاده ترجع تونس إلى ما كانت عليه وربي يسترها تونس. شكرا. حاتيت شوية كتب زيان شوية كتب هكا احنا في مكتبة ما بين 150 كتاب يدوروا من تونس في العالم من توالسة كما سي محمود طرشونة كما سي زحمت كما سي عزيز المدني وآخرين ما عدا اللي أخذوا ما عدا بيروت و يتحسبوا 220 كتاب اللي موجود فيه عمل ولكن عندما نشوف في الانترنت كتابات نقدية في الفن كتابات تتكلم عن أخت كوثر ونقول حرام حرام كتبت مسطحة نعم ممتاز جدا اللي هو موجود في الانترنت وغيرها وغيرها ولكن قريت حاجات قريت حاجات اولا من بيروت كتابات كوثر من تونس نقول تعدى هذين الثلاثة وما ما استناش بيهم وتخلق حوار وتخرج يعني الهزة يعني تخرج اللي مخزون شعر موجود وكيف يمكن ان يعني يصير انسجام والحوار هذا يعني فما فرق ما بين والله سيد احمد كتابه اللي على الزرقابالي هديه غلاف ولكن هو الحوار والكتابه وصار مزج هذا فهمناه اللي باش نقولوا باش يجي ازاي اللي اردت اللي هو نشوفوا حاجات نستفادوا بها من خلال التجارب يعني استفادوا بها اسف جدا وحتى ان شاء الله نستعذر لكم وان شاء الله تجي فرصه وانا من هاك العام دائما في تونس نقول في الاوساط الفنيه نقول ارجوكم ولو كما توا ما نعدي شيء وما نستحقش نمشي نسافر في ايطاليا ولا فرنسا ولا انجلترا باش نقول سلفني اجازه مو معقول وما نلوم على حد ما نلوم على حد هذا تكنيك صار يلطف مشيت توا نتحركوا هكا يعني انا واقف حيثما ابقيتني أنا واقف حيثما أبقيتني لا علم لي إلا ما علمتني لا ملك إلا ما أعطيتني ولا شراب لي إذا ما سقيتني للانتظار أودعتني وبالانتظار أفنيتني التخميرة هي هذه إن نمت سأنام وحيدا إن حلمت سأحلم وحيدا وإن بكيت أو بكيت سأبكي وحيدا وإن جاء النديم سأطرده وسأطرد السقيم أيضا فأنا ثمل بين السكارى أنا مغنى بين الحيارى أنا بائس ما لم أراك
أنا يتيم البلد بلاك، أنا طريح فداك، ماشل أمامك إن قبلتني قاضي وإن سنبي. جميل جدا معناتها، شفت الإيقاع هذايا تلقاوه في التصوف، تلقاوه في الكتب الكبيرة العظيمة. معناتها أشياء معناتها هذه، هذا علاش قلت لكم معناتها يولي الرسم الفن بتاع أمجاد شيء معادلة وتداخل ما بيناتهم. السكة اللي اخترتها هي سكة هنا أبو حليم التوحيدي. ما قلت نص هذاك اللي في المعاهد هو يتقرا نص الغريب، والغريب في غربته غريب. وهذه هنا فعلا 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 هاك بعض الخصومة نتاعو. شكون هو يعرف نفسه؟ هذا هو الأناة، قضية الأناة هذا وقع البحث فيه. فرانسيس هو مشاو الموا يا يساعد انك تعرف موا يتنطر واحد رامبو ستاندال فهمتي ولا الأناة ضمير أناة موش في فكرة الأناة وفي الحديث مع الذات والدرس وضعية الذات والغوص في وضعية الذات. في نقطة وتحدثتم عن النقطة، كنت حديث شيق في خصوص النقطة والله بالفعل. قالوا نقطة، قالوا ربي قالوا شنو؟ قالوا نقطة، لأن النقطة مت قائمة بذاتها. لا شيء معقول، وهي الأصل في كل شيء، وهي الأصل النقطة في الخط ولا في الكتيبة ولا في اللي تحب أنت ولا في الفضاء ولا في كل شيء، كل شيء فهمتي ولا هي النقطة. كما قالوا شيء، حتى ربي قالوا الآخرين المعتزلة قالوا وراه شيء، هو شيء. لكن الأشياء مش تحسبوا طاولة زاد، هو شيء. هذه في نص نقطة، النقطة أريد أن يقع من خلال قراءتي الحركة مع النقطة. هوني سوف تحسون أن النقطة ما هي ثابتة، النقطة هي كل شيء، النقطة في كل شيء تكاد تكون هي كل شيء. نقطة، أنا الآن أدور حول نفسي، أدور ومن حولي دائرة، وحول الدائرة
دائرة والدائرة تدور. أنا على المحيط، أنا فوق المحور، أنا في القطر، أنا داخل الشعاع. أنا نقطة، أنا نقع، أنا غبار، أنا ملء، أنا فراغ، أنا بعد، أنا ضياع. أنا هنا كنت، أنا هنا سرت، أنا هنا أكون، أنا هنا أسير. فإن انكشف النور لا أعرف ماذا أصير. بالنسبة للنقطة، جبت كتاب مازال خرج في أوروبا في الأسبوع هذا، هو في لوحة هذه أعطاه أكبر اختصاصي في المجوهرات وخرج منها قطعة معروضة، وهذا كتب قبل. بارك الله فيك. النقطة كيف القطرة؟ وفلا فما حاجة أخرى سي محمود حبيت أن نتكلم فيها إن شاء الله. سمح لي. هي من خلال كتابة من نوع هذا، فما نقد لأن سميتها نوعا ما، وسامحني سي عز الدين احتمال على حسب التقريب ما درست سي عز الدين بدني في كتاب كامل هذا الشعر والخيال، كتاب هذا نص كامل ولا تلقى اسم ناجح ولا تلقى ولا ذكرني مرة، ولكن واضح لي حوار. هنا نفس الشيء، تدخل في النقد والكريتيك من غير ما تتكلم، ولكن تاخذ ساعات حتى مجموعة أعمال كما رصد ورصد ووجد، أظن في مسقط وجد، أظن ما وجد أظن في مسقط وقت عمل المهام تصورت المهام، وتخرج فهمت وتكتب فما كريتيك، والكريتيك ولات بوهم وعلاش لا، وهي نجم نقولوا طريقة جديدة بالنسبة لنقد اللي تعودنا به، يعني تونسو خارج تونسو. هذا اسمح لي، هذايا في نفس السياق اللي كان يتكلم فيها سي نجي، تحاورت مع مجموعة جعفر، مع مجموعة جعفر اللي هي الصمت، هذه مجموعة جعفر، هي كتابة من الغبار، معناتها كتابة هو غبار الحروف، ما يسميها الرسام غبار الحروف، فكانت قصيدة جعفر أقرأها على مسامعكم لو سمحتم لي. فأقول: جعفر ليس هندسة ولا جبر، ولا رواية ولا شعر، ولا سجع ولا نثر. جعفر على الرق أثر، مخطوط بحبر دقيق عند النظر، إشارة علامة وسر. جعفر طواف حول هالة الرمز، سعي في محراب التشكيل، الجيم شوط والفاء شوط والراء شوط، فلبيك أيها الحرف. تحدثنا سي نجي على صمت الطبول، على الانستالاسيون صمت الطبول، هي هدية صمت الطبول موجودة، هي مجموعة 12 أو 10 طبول، 10 طبول محطوطة، فأقول فيها هي عنوان النص مستوحى من مجموعة صمت الطبول. إذا حل الصمت فلا تحسبن الحوار يتقطع، إذ يهمس الإحساس فلا صوت يرتفع، ولكن للصمت عيون بصائرها تجعل الروح ترتجف. فيما يتعلق بالجفر في الشيعه، ثم الإمام الصادق، الإمام الصادق هو اللي وضع كتاب الجفر، وكتاب الجفر هذا كله علامات يحلهم كالمطلع على أسرار الدولة الفاطمية
شيعه فاطميه خصوصا الاسماعيليه مش الاثنا عشريه. وكتاب الجفر موجود الان في العراق بالاصل معناتها المخطوط الاصل موجود. لا وقت اللي وجاء مع الحرب الامريكان هز واحد شيعي كان فهمت انا وخباه وبرشور عرفت حكيت له اخيرا. لكن التعبير وكانوا هما بالحروف يعطيهم ارقام مرقمين وهو علم عربي قديم معناتها موجود معناتها نبعد في الوفاه وكل شيء يعملوا كل السنه هذيك. لكن هو طور شيء هناك واعطاه سمبوليك اعطاه رمزيه اشياء رمزيه لا تفهم الا من طرف الجماعه الاماميه والاسماعيليه سنين جفر هو كوت اللي هي عبرت عليه في الشعر بتاعها بالضبط إشارة علامة وسر هذيك هي خاطر بخلاف هما الإمامية ولا ويتكتمون عليه هو المخطوط هذا شكون هاربين منه فما صفحات تعملت منه في سر بتاع الإمامة يهبون كأنه معناتها قداسة ولا خان معناتها الأغا خان حب يمتل يملكوا وما عطاهوش الشعر العراقية توا اللي في العراق اللي هما فما نوايو فما نواة إسماعيلية موجودة أما صغيرة عفوا ما بين قوسين وعجالة بالنسبة لجفر فما خيال في المملكة العربية السعودية في ميدان الفنون عمر لازم في بالك كلم في صديق اللي يعني مختص صديقة اليهودية مختصة في الأمور هذه سام أي أسيت حبوا عنده شو سمعوني جفر سميت وقت التجويد نسميه الغبار خذوها شباب غادي وحبوا من عشرة كم مكة قالوا لك عليها ولا في المعرضكم ما مشيت دخلت فيهم الصحافة إيش مدخلكم في عملية الجفر هذا ووصلوا بما أن حروفي التوانسة اللي يعرفوا شغلي لن تقرأ حطوها على قالب الجفر هذا مخدوه بالجفر متاع شيعة وما هوش عرب ما تصور في بالك سكر نغلق الخوصين خطر حرفت بين احنا على تسمية برق وعلى ضربة غبار حرفت حلالة مع الصحافة سكروا الضربة من غير إطالة نقترح عليكم نصين في النهاية ونختم إن شاء الله. نص قدر نقول فيها حق يا قدر كم نختبر ولا نعتبر تنقش الذاكرة فلا نتذكر كم نخط ونسطر ونضيف ونختصر وأنت سر محكم مختوم ومنتصر. ختمة الكتاب بنص أزل وأنهي به للغياب دائما ولا الغيم ولا السقم ولا الندم ولا الوحدة ولا الوحشة ولا الاشتياق ولا الفراق ولا الضيم ولا الظلام ولا السؤل ولا الملل ولا الوجد ولا الحجب ولا أنا ولا أنا دائم وحدك أنت الدائم وغيرك على الفناء قائم.